مولانا شوف ولاد السلطان بسرعة بسرعة. مولاي مولاي السلطان، في حريق بالقصر. حريق شو؟ في غرفة عم تحترق بالحرم لك. مصطفى وينك يا ابني؟ محمد ولاد السلطان جوا. وينه؟ سلطانة الله يخليك لا تموتي ويا رب لا تموتي. ارجعي لورا. محمد مصطفى الحمد لله حبيبي انت يا الحمد والشكر لك يا ربي لانك طلعت لساني. حبيبي انت حبيبي خلص خلص يا عمري انت يا عمري حبيبي حبيبي محمد خلص لا بقى تبكي يا روح قلبي. الحمد لله الحمد لله. سنبل شو اللي صار؟ مولاي ما حدا صار له شيء، طمن ولا تقلق ابدا، الشغله انقضت على خير الله يرضى عليها. فيكتوريا هي البنت هي اللي أنقذت ولاد السلطان. أنا وقت اللي شفت النار شعلة حملت ولادكم وركضت. أنا بعرف مين عمل هالشي. ابنك هو اللي وقع الشمعة مو هيك؟ ها؟ أمك قالت لك تقتله؟ هالشي مستحيل يعمله مصطفى. انتي سممتيني مرة بس ما زبطت معك وهلأ دورك. لا ترفعي صوتك. زمي حدك أحسن لك. خدي ابنك وروحي على غرفتك. مصطفى تعال عندي. هيام قلت لك روحي على غرفتك. نوم سلامتك يا بطل ولا يهمك. مو انا اللي شعرت الحريقه والله العظيم. أنا بحبه لأخي محمد، أنا خبيته من النار. برافو يا مصطفى، شفت البطل كيف حمى أخوه؟ برافو عليك يا مصطفى، لازم على طول تحمي أخوك. الضيوف بدهم يمشوا، روحوا اعملوا الأصول ورافقوهم للباب يا درة، يلا كل واحد على الشغل. يلا يا بنات، يلا تحركوا. سنبول تحت أمرك. احكي لي فوراً شو اللي صار. طفينا الحريق إبراهيم باشا وتركتهم عم ينظفوا الغرفة ويفرشوها من جديد. يا بني آدم أنا شو بدي بالفرش والتنظيف؟ طمني، المهم ولاد السلطان بخير. نشكر الله ولاد السلطان بخير ما شاء الله عليهم. سلطانة خديجة يعني يلي كانوا بالخطبة؟ لا ما حدا منهم صار له أي شيء، ولما طلعوا الولاد سالمين السلطانة خديجة فرحت كتير، بس فيكتوريا المسكينة انحرقت. هاي البنت يلي أنت ونصوح سلمتوني إياها من فترة تذكرت؟ اللي بيهمني إنه ولاد السلطان بخير يا سنبول. ليش انحرقت البنت؟ دخيل اسمه هالرب ما أكرمه.
لولا هالبنت ما بنعرف شو كان صار بولاد السلطان. هي فاتت لجوا وانقذتهم. حبيبي محمد، لا تبكي حبيبي. مولاي أنا وابني حاسين بالخوف. ليش بهدلتني؟ أنا شو ساويت مولاي؟ تعالي نورهان. ما بستحق إنه تحاكيني وأنت داير وشك؟ لو بتعرف بس شو قالت لي هديك المرأة؟ هديك المرأة اسمها ناهد دوران، وهي كمان بتكون زوجتي يا هيام، وأمه لابني البكر مصطفى إذا نسياني. بس يلي بعرفه انه انت متخانق معه. مشكلتي مع ناهد دوران مشكله خاصه فيني، والشي اللي عملتيه مستحيل سامحك عليه. بترجاك ما تروح وتتركني لحالي. مولاتي بدك شيء قبل ما اروح؟ ولا شيء، فيكي تروحي وترتاحي كوثر، اليوم تعبتي كثير معنا. هيام في شيء اخبار عنا؟ ما في اي شيء لهلا. بأي وجه رح تطلع بين الناس؟ شفتي كيف بهدلها مولاي السلطان؟ شوي شوي يا مولاتي السلطان رح يصير يكرهها وبكره بتشوفي. المفروض فيكي تمشي. كوثر، بخصوص فيكتوريا، هاي البنت لازم تتكافئ على اللي عملته، بكره بتشقي عليها وبتاخذي لها هديه معك. امرك مولاتي. برافو فيكتوريا، عرضتي حياتك للخطر وانقذتي اولاد السلطان الاثنين. شو ما قدم لك السلطان ما رح يكافيكي. سلطان الأمة رح تنسالك هالجميل ورح تكرمك كتير. قصدك السلطانة هي الحلوة اللي كانت لابسة الفستان الأسود؟ ايه هي، ولساتها حلوة. بيقولوا السلطان المرحوم سليم كتب لها أشعار كتير وقت كانت صبية. عايشة تعي ساعديني. شو عايشة ما عم تسمعيني؟ خليكن لا تقوم. شو عملتو ست فريال؟ اجت الحكيمة وعطتها مراهم، ولكن قاعدين عم ندهنن. اهتموا فيها كتير منيح وخلوها الطيب. السلطان الأم قلقان كتير على وضعها. شو كان اسمي؟ فيكتوريا يا خانو. هلأ نامي وارتاحي فيكتوريا، بكرة السلطان الأم بدها تشوفك بكير.
أبوك زعل مني اليوم؟ شو بدنا نعمل؟ كان يكره لنا هالدورة، معقول هلا يكرهني لإلي؟ لازم نعمل شيء. سليمان، ما بدي تتركنا. السلطانة الأم طلبت منا نجيبها لهون على غرفتك، مو حابة شوفها. رح أتذكر حظي المشؤوم كل ما شفتها جنبي. علاقتي فيه بدت بحريق ورح تنتهي بموت. لا سمح الله لا تقولي هيك، حرام عليكي. خلينا نطلع نشم هوا نضيف. إبراهيم مو بالحديقة، الهوا بدونه رح يخنقني، وإذا شفته هنيك بدي عزبه لإله كمان، وهو ما بيستاهل. عايشة شو صار لك؟ على مهلك على البنت؟ طيب مثل ما بدكن. على أساس جبتوا فيكتوريا لحتى تخدمني، ويلي صار إنه حضرتها صارت أميرة علي وأنا عم بخدم سموها. عيب يلي عم بتقولي، أنت عم بتساعديها، مانك شايفة وضعها؟ بدك إياها تخدمك وإيديها محروقين؟ ست فريال؟ على السريع جهزوا البنت بدها تروح. لوين بدكن تاخدوني؟ أنا بدي أخدك على سوق الجواري وبيعك، ما عاد تفيدينا بشي. دخيلك، وين بدها يشتريها؟ أنتي لا تتدخلي ست عايشة، لا تخليني بهدلك. يلا يلا لبسوها للبنت منيح، السلطانة الأم حابة تشوفها. نورهان، ممنوع تتركي ابني محمد ولا لحظة واحدة، فهمتي؟ اوعك تقفلي كل الابواب وما بتنامي ابدا. واذا غفي ممنوع النوم؟ نهائيا ممنوع النوم، فهمتي؟ أنا بدي أروح. وين رايحة؟ مولاي ألف الحمد لله أنه ما حدا تأذى، وما بطلب من ربي غير أنه يحمي سعادتكم، وإن شاء الله حرمكم وولادكم ما ينصابوا غير بالشي اللي فيه الخير والسلامة.
وتبقى فوق راسنا حامينا وحامي ديارنا. الحمد لله على سلامتهم كلهم، الله يحمينا ويحميكم كمان. آمين يا رب العالمين. الله ينصرك بحملتك المبجلة عكفار رودوس اللي عم يعتدوا على السفن وينهبوها. يا فخامة السلطان، هي فتوتك يا حضرة المفتي؟ نعم يا مولاي، بس أنا عندي طلب صغير يا فخامة السلطان. طلب يا مفتينا. أنا حابب شارك معكم بالحمل المبارك يا مولاي. حضرة المفتي، نحن رايحين وتركينك هون لتدير بالك على كل أمور الدولة، وصحتك ما رح تساعدك لأنه الطريق متعب. وهي بيري باشا قدامك، اسأله خبره للمفتي قديش طريقنا طويل وصعب. قلت له فخامة السلطان بس ما كان يسمع مني، أنا عجزت فيه. لا ما بدي اسمع، ولا تزعل مني يا فخامة السلطان، بس السلطان جاي مولاده واللي هنن من السلالة العثمانية أسرى بجزيرة الكفار، وأنا لازم كون بجنب فخامتك. بيشرفني رافقك وكون شاهد على تحرير هاي الجزيرة من إيد الأعداء الكفار لو سمحت. وما بدك تسمع مني؟ بتمنى ما تحرمني من هالشرف. أكبر نعمة إليه الاستشهاد في سبيل الله يا مولاي. شو الكل جاهزين؟ يا ست فريال. أوه أهلا وسهلا، شرف عظيم إنك تجي لعنا. بدي هديك المرأة يلي كتبت لي الحجاب، روحي جيبيها لعندي. وليش عم تضحكي هلأ؟ أنا وابني بحاجة للحجابات، شايفة شو عم بيصير معنا بهالقصر. لكان اسمك فيكتوريا. ايه يا ستي. مو ستي، بتقولي لها سلطاني. سلطاني، ايه مزبوط سلطاني. كيف صاروا ايديكي هلأ؟ لسه عم يوجعوكي؟ منيحة يا سلطاني، عم يوجعوني شوي. سلامتك. انتي من انو مكان جاي؟ ومين جابك لهون؟ جيت من ساوى يا سلطاني. واللي جاب على القصر إبراهيم باشا يا سلطاني. ايه يا ستي. مو ستي، بتقولي لها سلطاني. سلطاني، ايه مزبوط سلطاني. كيف صاروا ايديكي هلأ؟ لسه عم يوجعوكي؟ منيحة يا سلطاني، عم يوجعوني شوي. سلامتك. انتي من انو مكان جاي؟ ومين جابك لهون؟ جيت من ساوى يا سلطاني. واللي جاب على القصر إبراهيم باشا يا سلطاني. يلا يا بنات فوراً على المكتبة. ما بدك تجي معنا؟ ما عاد بدك تتعلمي؟ أنا ما فيني، ما فيني أتركه لابني محمد. أنا كتير خايفة يساولوا شي، شايفة اللي عم بيصير، وفوق هيك السلطان رايح وأنا ومحمد رح نضل لحالنا. أكيد الحجابات رح تحمينا. انسي الحجابات يا هيام، لازم ترجعي تكسبي قلبه للسلطان مثل قبل. إذا بيتخلى عنك كل يلي هون بيوقفوا ضدك. أنا معك ورح ساعدك على طول. أي مشكلة بتقولي لي عليها فوراً. ارفعي راسك ولا تحسس يوم بخوفك، بيستغلوكي ساعتها. أنتي ممنوع تكوني ضعيفة، الضعيف بياكلوه. ست فريال، روحي جيبي لي الفستان الجديد، السلطان بده يجي لعندي الليلة وحابة البس له اياه.
انت فاجأتيني بشجاعتك مبارح بالليل يا فيكتوريا، انقذتيهم لاحفادي والله حماكن. روحي واهتمي بايديك منيح ولا تمسكي فيهم اي شيء. وبس تعافي بدي ترجعي لعندي لأني حابة تكوني من الجواري اللي بيبقوا هون بغرفتي. فيكي تروحي ترتاحي فيكتوريا. كيف صرتي فيكتوريا؟ الحمد لله على سلامتك. تعي ناهي الدوران. كيفو بطلنا اليوم منيح؟ بالليل قلق وخاف شوي بس بعدين نام. الصبح بعدته لعند الأستاذ محمد شلبي. جيبوه من عند الأستاذ بكير وهاتيه لعندي. حابة شوفه اليوم. خدي خديجة وروحوا جيبوه. يلا يا خديجة قومي حياتي، مصطفى بينبسط كتير وقت اللي بيشوفك، وفي ناس تانين بينبسطوا فيكي كمان. لا تخاف على حضرة المفتي يا بيري باشا، طالما عنده هالعزم وهالإصرار ما رح يصير له شيء. إن شاء الله رح نوصل على رودوس ورح نصلي مع بعض هنيك. الله يسمع منك يا مولاي، الله يوفقك ويقدرك تعمر هنيك جامع كبير كمان إن شاء الله. إبراهيم روح جيب لي مصطفى، بعد اللي صار مبارح أنا حابب شوفه. اللي صار مبارح خوفه كتير. لأنه السلطانة طلبت مني ما قدرت إلا لا. لهالدرجة أنت بتحبي لإبراهيم؟ وبعشقه. يا ريت لو كان فيني ساعدكم، كنت ما خليتك تتزوجي غيره أبداً. إبراهيم شخص أخلاقه عالية وأمين يا خديجة، بظن ما في حدا رح يقدر يسعدك ويقدرك غيره هو. والله مزبوط، بس أنا شو بساوي؟ خديجة، ماما، تعالوا شوفوا شو كتبت اليوم. يلا خديجة، فوتي حبيبتي جيبي مصطفى. امبارح بالليل قلقت عليكي كتير، حسيت حالي رح جن، بس مسؤول الجناح الملكي هداني، كنت خايف تتأذي من الحريق يلي صار. بعتذر منك سلطاني، كل لحظة بدونك بحس دهر. يا ريت لو فينا ما نستنى حتى يرجعوا من الحملة ونتزوج هلأ وبسرعة. إبراهيم تعال شوف شو كتبت. جاي أخذ الأمير مصطفى فخامة السلطان طالبه هلأ، بعتذر على المقاطعة. ما في مشكلة، نحن على كل حال خلصنا الدرس. إبراهيم أنا خلصت الدراسة، أنا اشتقت له كتير لبابا، يلا خدني لعنده. خديجة يلا امشي معي. سلطانة بتمنى اشوفك دائما. انتبهي علي. بعد
تبعدي عنه. مين اللي جابك لهون؟ مين انتي؟ احكي وشو عم تساوي مع ابني؟ ناهي الدوران بعتتك؟ نورهان طلبت مني ساعدها واهتم بابن السلطان. كذابة، جاية تموتي ابني، اوعي تلمسيه مرة تانية. هيام شو بكي؟ ليش عم تبهدلي المخلوقة هي؟ انا جبتها، قلت بتساعدني شوي. انتي ليش ما عم تسمعي كلامي؟ قلت ما بدي بغرفتي حدا غيرك، فهمتي ولا لسه؟ ماشي فهمت. هيام لا تتعاملي بهاي الطريقة، في ناس منيحة، أصابعك مو كلها مثل بعضها، رح يقتلك الشك ومو مستاهلة. قلتي لي مو مستاهلة؟ الكل هون بيكرهوني يا ماريا، حتى أنتي حاولتي تأذيني. شو نسيتي؟ بس أنا ما بنسى. أنا شكرت ربي ألف مرة لأنه حماكي من الحريق يا سلطانة. يا ريت ما حماني، تمنيت لو موت. بعيد الشر عنك، إن شاء الله بموت ألف مرة قبل ما يصير لك شيء. لا تحكي هيك قدامي. بابا أنا جيت لعندك، وينا؟ تعال أنا هون يا مصطفى، تعال. لا تحاول، الموضوع انتهى، نحن مو لبعض. تأكدي مشانك أنا مستعد روح جهنم، اعتمدي علي وساقي فيني. أنا حياتي جحيم من غيرك، كوني متفائلة. سلطانة بدفع كل عمري لأشوف ضحكتك، ورح أثبت لك هالشي. إبراهيم ما بيصير وقف معك، أنا مخطوبة. حرام طلع بعيونك. بجوز نحن عم نتصرف غلط، بس أكيد رب العالمين رح يغفر ويسامحنا. بوعدك بشرفي يا سلطانة إنه يجي يوم ونطلع مع بعضنا من هذا القصر ونسيكي كل الألم والعذاب. خفت من الحريق؟ أنا ما في شي بخوفني بنوب، بس والله خفت على أخي الصغير. هيك بدي اياك يا بطل، تحب اخوك وتخاف عليه. خديجة الله يرضى عليك، الحمد لله اللي امبارح مر بسلام، بس ليش لساتك قلبي وشك؟ من هون ورايح ما بدي اشوفي غير مبسوطة وعم تضحكي. انا مبسوطة كتير، الله يديمك. أنا شو ما عملت بضل مقصر معك، ليش أنا كم خديجة في عندي. يلا يا إبراهيم جيب سلاح، خلينا ندرب مصطفى على السيف، بده يغلبنا اليوم. ها بس أنا ما بدي ألعب سيف خشب، عم ينكسر بسرعة وأنت عم تغلبوني دائما. والله ما بتعرف، يمكن تغلبنا اليوم. طيب إذا غلبتكم تعدوني تاخذوني معكم على الرادوس؟ لسه بكير على الحكي، بالأول لازم تصير قوي، ووقت بتغلبنا بتصير تطلع حملات. يلا يا إبراهيم. وهلأ بدي منك يا بطل تعمل لي 3 خطوط على الخشبة، وبدي إياهم جنب بعض، ماشي؟ تمام. يلا مشي إيدك معي،
شوي شوي نزل تحت. خير يا سنبول، امسكها. برافو عليك. مولاي السلطان، بترجاك بترجاك انك تسامحني. سامحها لجاريتك يلي اشتاقت لصوتك وللمسة وشك. سامحها لحبيبتك هيام يلي بتحبك وما فيها تعيش ابدا من دونك. هيام خانوم، عطيته المكتوب؟ ايه طبعا، من ايدي لايد السلطان مباشرة. بيكون عم يستناني لروح. رح جهز حالي بسرعة واجي. استنى نورهان، نورهان تعي. شوية وقت وبكون جاهزة. ما في داعي تروحي، ما طلبك. عدي بس قال لي أخذ له ابنه. أنت عم تكذب علي، أكيد هو عم يستناني. وأنا كيف ممكن أكذب بشي بيتعلق بفخامة السلطان؟ نورهان يلا تعي معي وجيبي ابنه للسلطان معك. معقولة تضلي عم تبكي يا خديجة؟ إبراهيم ما رح يتركك، قالك مستعد ضحي بحياتي كلها مشان ضحكتك. وثقي فيه وصدقيه ولا تفقدي الأمل. أمل شو يا ألفت؟ أملي انتهى من وقت طويل. مستحيل يرضوا يزوجونا، وإبراهيم هالشي بيعرفوا منيح. نحن ما حنكون لبعض، هذا هو قدرنا. مزبوط شغلي هيك؟ طبعا، برافو عليك، شد ايدك اكتر. هاتوا لي ابني الحلو لشوفه. تعال حبيبي. مسكه منيح مشان ما يوقع اخي على الارض. بابا بس يكبر محمد رح نعطيه سيف حقيقي ونخليه يروح معنا على الحمله.
إن شاء الله يا مصطفى. بطلب من رب العالمين يحنن قلوبكم على بعض وما يفرقكم أبدا. أنا وجيشي قادمون لنشر الإسلام في رودوس، وأقسم بالله العظيم وهو على ما أقول شهيد أنني لن أسمح لجيشي بالتخريب ولا قتل الأبرياء أو نهب أرزاقهم، وأنا أعدك بأن نحافظ على أموالكم وأرواحكم بشرط أن تستسلموا لنا دون أي مقاومة، وإذا رفضت ذلك وقررت الوقوف في وجهنا سوف نحطم لك قلعتك، سوف نستولي بالقوة على جزيرتك، لذلك لا تتسرع في قرارك. دستور فخامة السلطان سليمان المعظم. ست الكل، أنا جاي لأخذ الرضا، لا تحرمينا من دعواتك. الله يوفقك يا ابني ويرضى عليك ويطول لي بعمرك. ست ألفت، جيبي لي القمصان اللي جهزتهن مبارح للسلطان. البس هالقمصان بحملتك وإن شاء الله ما بيصيبك أذى. هالقميص رح يحميك مثل الدرع. طالما هالقميص منك فأكيد رح يحميني. خديجة، رجع لنا سالم، ربي يوفقك وينصرك على أعدائك. آمين. إن شاء الله بس نرجع من الحملة رح نعمل العرس. مصطفى انتبه على حالك، اوعى تهمل دراستك ولا تزعل امك ابدا. ديروا بالكم يا محمد. يلا يا جماعة ادعوا لنا بالنصر. الله يكون معنا.
اليوم يوم مقدس، أنا شاهد على الفتح الكبير لفخامة السلطان سليمان، وسوف أدون كل ما سيحدث في هذه الحملة. انطلق فخامة السلطان سليمان من أجل فتح جزيرة رودوس التي تعد مقدسة، وأبحر في البحر الأبيض جيش يتألف من 115,000 جندي من روم آلي والأناضول، وهم مستعدون أن يضحوا بأرواحهم، وسوف يشارك في الحملة الكبيرة بالإضافة إلى الجنود الشجعان والمدربين 700 من السفن الصغيرة والكبيرة والقوارب السريعة التي تم صنعها في مصانعنا الحربية، بالإضافة إلى آلاف المجذفين الذين سيقودون السفن. السلطان العثماني سليمان انطلق مع أضخم أسطول بحري يتألف من مئات السفن والقوارب، وهو الآن يتقدم في البحر الأبيض المتوسط. حراس القلعة يطلبون المساعدة العاجلة لحماية أراضي جزيرة رودوس المقدسة من اعتداء الدولة العثمانية، ويطالبون بدعم العالم المسيحي لهم. حضرة البابا، بشو عم تفكر؟ قلتلي السلطان العثماني سليم مات، وابنه سليمان ضعيف وما رح يقدر يدير الدولة. للأسف طلع السلطان سليمان أشرس بكتير من والده السلطان سليم. أنا إبراهيم يلي تعلمت السباحة بالمي العميقة، وعم أدور على أجوبة لأسئلة كتيرة. قلبي عم ينزف من الألم، وحزني أكبر من جبل، ودموعي ما بيسعن البحر، حتى الأبجدية عم تخوني. لأوصف مشاعري المدفونة جواتي، عم أدور على الخوف بعيون الناس القوية، وعم أموت ألف موت باليوم. هذا هو إبراهيم. إبراهيم اللي انولد بصوفيا، صار له سنين طويلة ما شافوا الشم. من وقتها لهلأ بهرب من إبراهيم، مشان ما أشوف بوشي ملامح من أخي وأبي وأمي، لأني كل ما اطلعت فيها بضيع وما بقى أرجع. المستقبل ضاع مني، وصوت أمي وهي عم تعزف ما عم يفارق إذني، والنغمات اللي تعلمتهم منها هن الذكرى الوحيدة لطفولتي. شو يا إبراهيم؟ أنت بشو شارك؟ أنا مستين كتيرة، بعدني هالبحر عن عيلتي وأهلي يا مولاي. هلأ تذكرت هالشي، تذكرت هالبحر اللي قطعته وأنا عم ببكي وقتها كنت صغير. يعني أنت حابب تشوف أهلك؟ بكرة بس نرجع بالسلامة رح أبعتك تزورها. شو في هيام خانو؟ خبريني عن جلالته، سمعتوا عنه أي خبر؟ الآن كتير عليه. لا والله ما في، بس إن شاء الله خير.
شوفي بإيدك. هاد يلي بتسموه حجاب، كنت حابة أعطيه للسلطان مشان تحميه بس ما قدرت. 6 فريال، الخوف قاتلني، حاسة في شي سيء رح يصير. انتي تفائلي بالخير. ليش على طول قاعدة بغرفتك؟ ممنوع أطلع من غرفتي ليرجع السلطان سليمان. السلطانة الأم هي مانعتني، قال ما بدها مشاكل جوات القصر. روحي اطلبي السماح من السلطانة وقلي لها إنك تربيتي، بوسي إيدها واطلبي العفو. بس أنا ما غلطت أبدا، ليش يعني لأطلب السماح وبوس إيدها؟ إيه لكن خليكي هيك، خليكي بالسجن. وشو المشكلة؟ بكرة بيرجع السلطان سليمان وبيطالعني هو من سجني. هيام خانم لا تكوني واثقة بحالك لهالدرجة، شو خسرانة؟ حاولي تكسبيهم كلهم وخلي السلطانة بصفه. هلأ لو كان مصطفى معنا هون كان يا مولاي رفع السيف دغري وركض هالمعركة، وبعدين بيقلنا مليت ما عجبتني الحرب. لو بتعرف قديش اشتقت لمصطفى، امبارح شفته بالمنام وكان عم بيقلي يلا خلينا نلعب. شوفي في مثل سليمان كان عم يصرخ ويقول انا عم بحترق. هاد كابوس رجعي نامي، اعطيني محمد لنايمه. خدي مولاي. مولاي رح نغرق، ضربوا لنا السفينه. خديجة شبك؟ خير قليلي شو صاير لك؟ لا تخوفيني يا بنتي، شو صاير لك يا بنتي؟ شبك يا روحي، احكي شبك. شبك حسيت نفسي راح. انقطع إن شاء الله خير يا بنتي. وهلأ حاسة حالك منيحة؟ تعي سلطاني خلينا خلينا نقعد. تعي معي يلا. وأنا كمان مثلك، أول ما غابت الشمس داء نفسي. ألفت روحي ناديلها لدرة، خليها تجي وتقرأ لها دعاء بلكي بترتاح. سيدي لهلأ جنودنا غرقوا 17 سفينة، وبظن إنه سفينة السلطان سليمان كانت من السفن اللي غرقوا، والصبح ببين معنا. وحياتك هالبحر حيكون مقبرة العثمانيين.
حبيبتي خديجة، ريحي عيونك شوي. شغلك بالتطريز صاير كتير حلو. الفضل كله لألفات. سلطانة، فرحات باشا عم يستنى بغرفة الضيوف وحابب يشوفك. بيكون جايب لي شي خبر عن السلطان سليمان. أنا جاي فوراً. يا الله، إن شاء الله تكون أخبار حلوة. إن شاء الله. حضرة السلطان الأم. شو يا فرحات باشا، كيفو ابني البطل؟ انتهت الحرب؟ أخذنا رودوس؟ مولاتي، في خبر سيء لسه ما تأكدنا منه. وصلنا خبر بأنه سفينة السلطان غرقت. شلون غرقت؟ قول يا فرحات باشا شلون؟ ابني غرق ولا لا؟ يمكن السلطان صار بدار الحق. مزبوط هالحكي؟ احكوا مزبوط؟ مولاي السلطان عم انتظرك لحظة بلحظة. ناطرتك وعم احترق. غيابك مولاي شعل النار بقلبي وروحي عم بتنادي باسمك. لما تبعد عني حزن الدنيا بتملكني. ويام خانو سمبول، اترك لي فريال هلأ، بدي اياها. ليش وشك أصفر؟ شو صاير معك؟ سمبول آغا خير، شو فيه؟ مولاي السلطان غريب البحر. الله يرحمه، الله يصبركم يا هيام خانم. ليلي تيتا، ليش احنا اجينا على غرفة بابا السلطان؟ بلكي زعل منا لأنه دخلنا على غرفته بدون إذنه. يا ربي طمن قلبي على ابني ورجع لي يا سالم، وخذ بإيد مصطفى حتى يستلم العرش.
إذا سليمان راح هيام بتروح كمان، أحسن لي موت. أنا كيف بدي أتحمل كل هالعذاب؟ على مين فيهم بدي أبكي؟ إبراهيم ولا أخي؟ عم يقولوا لسه الخبر ما تأكد. الله يخليكم بلا ما تتشائموا. شو بده يصير فينا؟ مصطفى وأنا شلون بدنا نكمل حياتنا؟ ابني لساته صغير على هالأمور، ومين بده يساعده حتى يدير السلطنة؟ ممنوع البكي. حاجة فوراً صدقت الحكي. للمرة الثانية أحس أن فخامة السلطان سليمان عبد محبوب عند ربه. فأثناء محاصرة رودوس تعرض لاعتداء مفاجئ في ليلة مظلمة وأصيبت سفينته، لكنه نجا في اللحظة الأخيرة عندما أرسل الله رياحا قوية دفعت السفينة نحو الشاطئ، وعاد إلى المخيم بمرمريس سالما. هاي الخطة اللي اقترحتها فشلت يا بيري باشا. سجلوا شو خسرنا لحد يوم امبارح، كم مركب وكم جندي صاروا بقاع البحر. مولاي، أنا بطلب عزلي هلا من منصبي كوزير. إذا بتسمحوا لي أنا حابب أطرح سؤال مهم. مين المشرف المباشر على الخطة العامة؟ مو هو قائد البحرية مصطفى باشا يا مولاي؟
فإذا هو المسؤول. اطلعوا، اتركونا أنا وبيري باشا لحالنا. بيري باشا، بدك تسلم لي الختم وتتخلى عنا؟ هذا تصرف أرعن، أنا مستحيل أقبله. هذا الشيء ما بيليق بمركز الوزير الأول. موضوع مانو شخصي أبداً، هو بخص بقاء الدولة العثمانية، شان يضل راسنا مرفوع وعلمنا كمان. يعفى القائد مصطفى باشا من منصبه، عممه القرار، خليه يروح على الأناضول ويستنى. مولاي الموضوع خلص انتهى، شوف شغلك بعدين بنحكي. بعت لي أحمد باشا. أحمد باشا، أنا عفيت مصطفى من منصبه. أحمد باشا، أنت صرت قائد الجيش، هلأ أرجع رودوس وتولى القيادة. بشكر ثقتكم فيني وبتمنى أكون عند حسن ظنكم يا مولاي السلطان سليمان. الله يوفقنا كلنا. تيتا من بابا ولا مني؟ لا، بابا قال لي انه نحن رجال عطول منزعل النسوان، وهن اللي انهم بينقهروا بيعدوا بيبكوا. سلطانة، ما بدي شوف اي حدا. عذريني، بس اجا البوستجي وفرحات باشا بده يشوفك ضروري. مصطفى انت طلع على التراس هلا. درة خليه يفوت. يا ربي ان شاء الله يكون خبر منيح. يا رب سلم لي ابني، يا رب. انا مالي غيرك، رجع لي ابني. بعدوا لي هيك، بعدوا لي. خير؟ شو في؟ ما في شي، ما في شي. طيب شو صار له؟ ما بعرف، فجأة وقعت وغابت عن الوعي. ها؟ إذا بدكم شي نادوني. سنبل آغا، خيام خانم عم تنزف، الولد رح يسقط. يا ربي انتي ما بتجيبي غير الأخبار السيئة. تعي النادي الحكيمة أوام، تعي معي، يلا امشي، يلا بسرعة. حضرة السلطان الأم. فرحات باشا، إذا بدك تأكد لي الخبر الأفضل ما تقوله. روح واتركني لحرقة قلبي. البوستجي إجا من مرمريس، وفي ختم بيري باشا على الرسالة. شو بدي بالختم؟ قول ابني بين الأحياء وللأموات. مولانا بخير ومصمم على تحقيق النصر. الحمد والشكر إلك يا ربي. أنا لازم روح فورا خبر عيلتي، تركتهم قاعدين وعم يبكوا. انتو كمان روحوا بسرعة خبروا كل كبير وصغير، حتى أعدائه. السلطان سليمان عايش ومصمم يحقق النصر. حاضر. الحمد لك يا رب. ست هيام منيحة؟ كيف صارت؟ طمنيني. كانت عم تنزف، عم يقولوا رح تسقط الولد. المصايب كلها بتجي سوا. السلطان عايش ورح يحقق النصر بإذن الله. الحمد لله يا رب، الحمد لله، ألف الحمد لله.
باشوات إبراهيم كلهم سالمين يعني، ما هيك؟ أكيد أكيد، قريت رسالة بيري باشا بنفسي. درة، روحي خبريها للست هيام هالأخبار الحلوة. هيام وضعها مو منيح أبدا، وقالوا لي إنها عم تنزف. يا لطيف، والولد شو وضعه؟ امشي درة خلينا نشوفها. رح يرجع. قولتك رح يقلعونا؟ لوين بدنا نروح؟ أكيد على القصر القديم، بس مين رح يستلم العرش؟ أكيد ولي العهد الأمير مصطفى. صحيح لساته ولد، بس السلطان الأم بتساعده. مزبوط ست فريال؟ الأمير مصطفى رح يستلم العرش؟ أنتوا شو عم تحكوا؟ سلطان سليمان لساته عايش ورح يرجع منتصر بإذن الله، اطمنوا خلص. الحمد لله. شو وضع الولد يا حكيمة؟ بخير يا مولاتي، النزف وقف. اصحي يا هيام، اجانا خبر منيح، سلطان سليمان ما فيه شيء. قلبي كان حاسس، أنا قلت لهم إنه السلطان ما بيموت، هو وعدني يرجع سالم ومنتصر، السلطان رح ينتصر. ألف شكر وحمد إلك يا رب، ألف الحمد لله. مولاي، حبيت كون أول واحد بيخبرك، جزيرة هيركي ونيسي روس صاروا إلنا، وهلأ بلشوا بحفل الأنفاق، هيك قالوا لي البوصجية. نشكر الله، الريح غيرت اتجاهها لصالحنا يا إبراهيم. خبر جنودنا خليهم يفرحوا. فتحنا جزيرتي هيركي ونيسروس المتاخمتين لرودوس، ونصبنا سنجقنا بفخر على أبراج القلعة. بدأ الجنود بالحفر كي يصلوا إلى قلعة رودوس. استعانوا بمهندس من البندقية، قالوا عنه إنه بارع جدا. جابرييل مارتينينغو، حاولت أفهم شو عم تعمل بس ما فهمت شيء. بعد شوي بتفهم، بدك تستنى. يقولون إن هذا الشخص المدعو جابرييل مارتينينغو عبقري نادر، سبق وصمم أنفاقا حربية وحقق نصرا مذهلا. ايه تمام، رشوا رمل، حطوا رمل أكتر. يلا بلشوا بالحفر هون، هي الطريقة الوحيدة لحماية قلعة رودوس، وهلأ رح نموت العثمانيين يلي عم يحفروا الأنفاق. ما عم بتخيل لو ما وصلت هالرسالة شو كان صار فينا يا درة. ألف حمد وشكر يا مولاتي. ما شاء الله هالبنت طلعت شاطرة كتير، حلوة ومؤدبة وبتسمع الكلمة، ديروا بالكن عليها وعلموها منيح. فيكتوريا،
قولي لسمبو الآغا يخلي هالبنت تأسلم فوراً، وأنا رح حطر لها اسم. إيه لقيته، اسمك رح يكون من طبعك، حيكون صادقة. صادقة، تعي شكر السلطان وبوسي توبة. سلطاني أنا كتير ممنونة لك. مولاي السلطان ما سامحني، شوفي بعثت له مكتوب بس ما رد، زعل وما عم ينسى، هو عم يعاقبني. ليش ما عم بيرد؟ السلطان سليمان عم بحارب هلا، بنصحك لبقى تفكري بالمكتوب. انت حامل، فكري بابنك وريحي حالك. والله مو بايدي يا ست فريال، الله يخليكي، خلينا نكتب له مكتوب تاني. عم اهلك يا ولد، شوي شوي شكله توتر. فيكتوريا ليش تأخرتي؟ كلنا أكلنا وخلصنا. عايشة خانم، صار اسمها صادقة من اليوم، تعودوا نادولها صادقة من هلأ ورايح. شو صارت مسلمة؟ الله يصبرني عليكي. ولك لشو هالسؤال؟ خليكي بحالك أحسن لك. صادقة، روحي على غرفة السلطان الأم مرة تانية وبوسي إيدها وتشكريها. طيب، تصبح على خير. وإنتي من أهل الخير. وبعدين يا مولاي، نحن لأمتى بدنا نضل عم نحفر تحت قلعة رودوس؟ ليكونوا الجنود عم يشتغلوا على مهلهم. الأعداء عم يقولوا هزمنا السلطان وخطفناه وانتهى كل شيء. يا مفتي، هاي الإشاعات ارموها ورا ظهركم وراح تشوفوا إنه العلم العثماني راح يرفرف قريبا فوق أبراج قلعتهم هالكافرة، ووقتها خلي تنفعهم الإشاعات. الصبر الصبر يا مفتي، البطل مو هو الشخص اللي بينفعل بسرعة، البطل هو الشخص اللي بيقدر يضبط نفسه عند الغضب، ونبينا عليه الصلاة والسلام هيك بيقول. مولاي، وصلني هلأ أنه فرحات باشا قطع له راسه لقدير ابن علي بيك، وهلأ هو بطريقه على عصمة. ممتاز. وسمعنا أنه أعدائنا عم يتوسلوا المساعدة من كل أوروبا. مستحيل تفيدهم أي مساعدة، نحن حصارنا شديد. في سفن مساندة من البندقية لقبرص، واضح إنه البندقية خايفة ناخد قبرص كمان. خليهم يخافوا، الخوف بيضعفهم. خلي مصطفى باشا ينطلق فورا، خليه يروح على مصر، وكمان يحمي كل مواقعنا بمصر والشام وولاية حلب كمان. أمرك يا سلطان. مولاي، وصلت سفن بيري باشا وأحمد باشا على الساحل، هلأ عم يرسوا، بعد شوي جايين لهون. ممتاز، قرب موعدنا يا مفتي. اعتبروا قلعة رودوس وقعت بإيدينا. سيدي القائد، السلطان مراد ابن السلطان جيم. خليه يدخل لعندي. سلطان مراد، أنا بعثت لك رسول مرتين، ليش تأخرت علي كل هالقد؟ خير شوفي، نحن هلأ محاصرين من كل الجهات من قبل العثمانيين، يعني ما بقى فينا نطلع برات القلعة، منشان هيك حبيت أني حذرك. وقت اللي بيفوت السلطان سليمان لهون رح يقبض عليك ويجبرك ترجع للدولة العثمانية. أنا ما بتحرك من هون، ما فيني أوثق أبداً بسلطنة ظلمت والدي ونفته برات البلد. أنا حياتي بهاي الجزيرة ورح أبقى فيها. إذا بدك خلينا نبعتك على مالطا لحتى تنتهي هالمعركة، بياخدوك صيادين السمك بالليل وبيمرقوك من شي مكان آمن وبيوصلوك لهنيك. حفرنا أنفاق طويلة ووصلنا لتحت قلعة رودوس يا مولاي. جنودنا ما وقفوا عن الحفر، وقربنا نوصل لنص القلعة وكل شي جاهز. أنا وأحمد باشا امبارح عملنا جولة وطمننا عن الوضع.
كمان جنود رودوس الكفار عم يحفروا باتجاهنا ليوقفونا، عم يحطوا بارود بطريقنا. بس في مجموعة من جنودنا عم بيحاولوا يخدعوهن، وفي مجموعة تانية عم يحفروا بالاتجاه المطلوب. أنا محضر لهم مفاجأة، محضر لهم اختراع مهم. صممت سلالم متحركة مشان يقدروا جنود يتسلقوا القلعة بسهولة، وبهي السلالم رح يتمكنوا من مقاومة سهام الأعداء، ورح يقدروا يتجنبوا البارود والزيت المغلي كمان. شو هالاختراع يا مولاي السلطان؟ معقول يقاوم البارود والزيت المغلي؟ انت روح ادعيلنا انه الله ينصرنا، بكرة رح تشوف بعينك اذا بيقدروا يقاوموا النار ولا لا. اصبح بكرة مثل هذا الوقت ان شاء الله منكون جوات القلعة يا مولاي. ان شاء الله، بس يقربوا الكفار منا، تأمر جنودنا يشعلوا ريش الوز ويرموه باتجاههم، وبعدين يهربوا بسرعة ويسكروا فتحات النفق. شو حيعمل لهم ريش الوز يا مولاي؟ دخانه رح يقضي عليهم. بالأول رح ينقطع نفسهم، وبعدين بيتسمموا وبيفقدوا الوعي. هاي الطريقة كنت استخدمها بالصيد لطلع الحيوانات المتخبية. شو رأيك نروح على النفق وندخل عليه بالليل ونشعل ريش الوز؟ والله منقضي عليهم كلهم يا إبراهيم. هنيك بحاجة رجال حاملين سلاح بإيديهم مو قلم ورقة. عايشة، انتي بتعرفي وين الست فريال؟ روحي لاقي لي اياها. هذا مو شغلي والله، روحي دوري عليها انتي. انتي كيف بتتجرئي وبتحكي هيك مع سلطاني؟ سلطاني؟ مين عاملك سلطاني دخلك؟ عايشة بلا قلة ادب. وليش بقى؟ لاني عم قول الحقيقة بدون لف ودوران؟ السلطانة الحقيقية ما بيصير حدا يقرب منها ويبهدلها. بهذا القصر في سلطانة واحدة، وهي السلطانة ناهد دوران الأصيلة وأجمل وحدة بالقصر. شو هادي اللي عم بسمعه؟ أنت شلون بتحكي معه بهي الطريقة؟ يلي قدامك أمه لابن السلطان ولازم تعرفي كيف تتعاملي معه. ست فريال أنت ما عرفتي شو صار، سكتي ولا جاوبي. أنا سمعت كل شيء، وكلامي مو بس موجه لإلك، كلامي موجه لكل وحدة هون. ما رح سامح أي وحدة بتقلل احترام معه. خلينا نروح يا ست فريال، بدي إياكي بشغلة. شكراً يا ست فريال، أنت إنسانة منيحة وحميتيني منهم. شغلي هون إني أحميكي. يعني هي مو محبة؟ مجرد شغل وبس؟ يا الله، طبعاً بحبك يا هيام. هن ليش بيتصرفوا معي بهالطريقة وبيحترموها لناهي الدوران؟ شو سبب هالمعاملة السيئة إلي؟ لأنه أنتي مو منيحة معهم، عم يعاملوكي مثل ما عم تعامليهم بالضبط. ليش عم تسأليهم عني؟ بدنا نكتب مكتوب جديد، السلطان بيكون ناطر مكتوبي هلأ. فكرتيني الكاتبة تبعك؟ الله يوفقك مشاني، يلا وافقي. طيب ماشي يلا، بس هالمكتوب آخر واحد. سلطانة، هيام كانت قاعدة عم تتخانق مع الجواري من شوي. كوثر تعالي ساعديني. شو المشكلة؟ عم تقلهم بدكم تحترموني مثل ما بتحترموا السلطانة ناهد دوران، بس عايشة ردت عليها رد منيح، قالت لها انتي وين والسلطانة وين؟ فهمتها أنها ما بتساوي ضفرة للسلطانة. بعدين اجت الست فريال وسكتتهم كلهم وبهدلتهم.
صايرة مثل ضلة لهويا وعم تكبر برأسها كتير. روحي نادي لياها. صادقة شيلي السفرة ما بدي أكل. الهوى اللي بتنفسه يا سلطاني، شوقي وحنيني حرموني النوم. ايمتى رح ترجع لي؟ اخ من الحب. من وين بتجيبي هذا الكلام؟ العشق هو عم يحكي هالحكي لوحده بيجي. ما شاء الله. شو بدك كوثر؟ خير شو في؟ ما في شي هيام خانة، بس السلطانة ناهد دوران بدها الست فريال حالة. خير إن شاء الله، شو الموضوع؟ ما فيها تروح هلأ، بدي إياها بشي مهم. هيام خانة لازم روح، بلكي في شي. ليش لحتى تروحي؟ شوفها وبرجع ومنكمل الرسالة. انت شو عم تعملي هون صادقة؟ مثل ما شايفة عم رتب الأوضة. ليش مو لازم تكوني عند السلطان الأم هلا؟ ايه مزبوط، بس أنا طلبت إذن منه. أهلين ست فريال، أنت قديش صار لك بالحرم ليك؟ صار لي 6 سنين هون سلطاني. طالما صار لك كل هالمدة هون بالقصر فأكيد بتعرفي القواعد منيح. هاي القواعد اللي أنت ما عم تلتزمي فيها أبداً. بشو قصرت أنا يا مولاتي؟ أنت شلون بتتجرأي وبتعاملي جارية وكأنها هي واحدة من السلطانات؟ حاشا يا سلطاني، أنت السلطاني أمه لولي العهد، وهيام خانم هي أم الأمير محمد، ولأنها حامل مهمتي أحميها وأحمي الولد يلي ببطنه مو أكتر. زمي حدودك أحسن. إيه؟ شوفي شغلك بس اسحك تخفصي يا ست فريال. هاد طبعاً إذا ما بدك ينقطع راسك. فيك تمشي.
طلعي فيني منيح، والله بقطع لك لسانك وبرمي للكلاب. انت ما بدك تبطلي لقلقه، انتبهي لتصرفاتك منيح، واوعك تقربي مني وقلب قلن انه انت يلي قتلتي حسيبه. انت شو بدك مني؟ انا ما دخلني بنوب. والله لا تكون العصفوره هي اللي خبرت السلطانه، بلكي بيكون عندها عصفوره سريه. انقلعي من وشي، انقلعي من خلقتي لشوف. فريال شو عم تساوي عندك؟ شو بدي قلك يا سنبل آغا، أنا واقعة بين نارين، ست ويام بتشدني من جهة والسلطانة نهد دوران من جهة، واحدة بتقلي عدي والتانية بتقلي قومي، شو بدي ساوي؟ والله طقيت. بشو بتنصحني سنبل آغا؟ معقول يا فريال؟ أنا بعرفك ست ذكية كتير، أنت شو بتفضلي، الشمس يلي لساتها عم تشرق ولا الشمس يلي عم تغيب؟ احسبيها منيح بس خليكي حيادية. صم بكم لا يتكلمون. إبراهيم أنا اشتقت لك، شوق ذبحني. بعت لي مكتوب طمني، طولت الغيبة عليه. رح أرجع لك يا سلطانة، رح أرجع لك منتصر، وعدتك بهالشي. قلنا عدة شهور عم نخوض هالمعركة، قلبنا مليان بالإيمان وعزيمتنا قوية ومعنوياتنا كتير عالية. الجهاد في سبيل الله واجب. أنا أقسمت يمين قدامكم بأنه روحي وعرشي وكل أملاكي بالدولة العثمانية العليا راح تكون قربان وفداء للمسلمين. اللهم اجعل هذا الفتح مبارك وانصرنا على أعدائنا. آمين. صدم العدو عندما واجه الجيش العثماني الذي تحرك بسرعة وحاصر القلعة في منتصف الليل، كل ذلك بفضل حنكة السلطان سليمان. أريبانو. سيدي، العثمانيين هجموا على القلعة وحاصروها، عاملين أبراج متحركة، العسكر عم يجروها وعم يحاولوا يسندوها على القلعة. إذا استمر الوضع هيك رح تخسروا الحرب. دعم البندقية وإسبانيا لسه ما وصل؟ ما وصلوا. شو بدي ساوي؟ مو شايفنا تحت الحصار؟ قام الجنود الذين حفروا أنفاقاً تحت القلعة بتنفيذ الخطة، فبعد أن وصلوا إلى الدهاليز التي حفرها الأعداء أشعلوا ريش الوز فانتشر الدخان واستنشق الخصم السم بدلاً من الهواء. هربوا يا شباب، هربوا ولا رح نموت كلياتنا، هربوا. يلا من هون من هون، هربوا، اطلعوا لبرا، اطلعوا على السنين. من وين بدنا نطلع؟ كلهم سكروا وشنا. We'll be right back.
على جميع المحاربين اللاتين مغادرة المدينة وجزيرة رودوس خلال 10 أيام، فليذهبوا إلى أي مكان يريدونه، وإذا رغبوا في أخذ أسلحتهم معهم فلهم ذلك. أما الذين سيبقون في الجزيرة فهم معفيون من دفع الضرائب مدة 5 سنوات. يسمح بإقامة الاحتفالات الدينية المسيحية كما كانت تجري في الماضي. لن نخرج أحداً من الجزيرة رغماً عنه. سنجهز سفناً للمحاربين وعائلاتهم ليتمكنوا من العودة إلى جزيرة كريت. سيحتفظ الطرفان بالأسرى حتى يتم تنفيذ بنود هذه الاتفاقية. السلطان سليمان أقسم يميناً أن يلتزم بهذه الاتفاقية ومن دون أي نوايا سيئة. سلطان مراد، نحن خسرنا المعركة. أنا وجنودي ما رح نقدر نقاوم أكثر، ومثل ما أنك شايف المعركة محسومة. بالنسبة إلك لسه الوقت ما فات يا سلطان، هروب هلأ. ما بدي أهرب، أنا مستحيل استسلم. طيب قل لي أنت شو ناوي تعمل؟ أنت لا تاكل همي، حمولي ولادي وبس. روح على الكنيسة لعند البابا باول وسلموا هاد باليد. فهمت علي؟ ايه فهمت. يا مفتينا، انت كنت تحلم تصلي بهذا المكان ما هيك؟ هاي انت فيه. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فلله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ساعدوني رح أولد. تعالوا أموها، تعالوا بسرعة. يلا يلا قومي قومي عمالكم. دستور، حضر مولاي السلطان سليمان. وبركي المولود بنت. صبي رح يكون صبي. كل وحدة تشوف شغلة. يلا. اللهم اجعل الخير في وجهه. آمين. اللهم خلصها بالسلامة. آمين. اللهم اجعل بقدومه خيرا لوالديه. آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد والشكر لله تعالى الذي قدرنا أن نصلي هنا. الله أكبر. رودوس،
أحد ومنا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.